ترى انت ايه اللي اخرك مناعة ولد اخوي؟ ده انت عمرك ما عملتها. دلوقتي يجي يا عم ناجي، ما تقلقش ربنا يجيب العاقب سليمة يا ولدي. ايوه يا اخي راجب عيني، اسمعني بسرعة، الشبكة ممكن تسقط ومش عارف اكلمك. ايوه جاهز، هنطلع بالجمال من الفجر وهنوصل على المغرب. عايزك تكون جاهز برجالتك والفلوس اللي اتفقنا عليها. ايوه يوو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 و
اخته ويعاود بالسلامه ان شاء الله. زريا سنادي هنفضل مستنيين مناع لغايه متى؟ عاملين كيف البهايم اللي مستنيين حد يسوقها. اسمع يا همام، لو تعرف تعمل اللي بيعمله مناع صاحبك تفضل اعمله من سكات، بس على الله ما تضيعش شقانا وتعبنا هضر طول السنه وترميه في يد الحكومه. يكشف فاكر ان مناع هو اللي بيوصلنا لبر الامان؟ لا يا كبير ناصر، بركه في الخواجه هو اللي بيخطط له طريقه. في عربيه هناك ودعم يوصل ابوي. دعم يوصل هنزلتكم اضربوا يا ويل نار يا ويل. ودي هذا زرزور. ايه يا سي مناع، غط العربية وخلي ده معاك. حاضر. مين الجاموسة والجاموسة اللي كان عم يضرب نار من غير لازمة؟ ايه مع يس ينطق اخرسي. انا راس مناع ولا مرني راس دياب. يحرق جابه اللي جاب ابوك. اسمع يا دياب، طول ما انا مسؤول عن سلامتكم كلكم ما احبش حد يدي اوامر غيري، واللي مش هيمشي تحت طاعي هقتله مهما يكون مين. كده مناع هدفعك تمن الحديد ده غالي قوي. ودلوك وقدام ناسك كلهم، يا اما الكل تحت طوعي واوامري، يا اما نقسم البضاعه وكل واحد يصرف نفسه. قلت ايه يا ريس دياب؟ ماشي يا مناع، هطاوعك المرة دي بس هكون آخر مرة. خير وبركة. ودلوك يا رجالة لازم تعرفوا ان في القبض علينا موت واعدام لينا كلنا وخراب للنجا. عشان كده لازم النهاردة تسمعوا كلامي مرة واحدة في السنة لحد ما نصرف البضاعة ونرجع مجبورين بأمر الله. تعهدوني يا رجالة؟ الكل يجهز نفسه، هنطلع مع أول خيط نور وهيكون من طريق جديد عشان يبقى أمان بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ربنا يغنمك السلامة يا ولدي. يا أخي على كد مرارته على كد ما بيصلب الظهر ويخلي النفر مننا عافي عافي. يا راجل فوق بقى، ايه وانت عاد فيك ظهر ولا بطن؟ بطن دي ولا مش بطن؟ يا راجل اختشي، عيب عيب اختشي، غطي نفسك امال. مش انت اللي بتقول بطن دي وبصورة كمان؟ اختشي من داري. ايه في ايه؟ بقول لك ايه،
هو جاب اخوك ما ناويش يجيبها البر؟ ما تسألوا انت بتسألني ليه؟ قوم قوم روى على بيتك، ما فيش منك رجع. يا ابوي علي روح اعمل ايه؟ اقعد وسط الحريم والعيال. دياب خد الرجاله كلهم. طب قول لي دياب ناوي على ايه؟ ها ما دام بيعمل الاستعدادات دي كلها يبقى ناوي على نيه سودة. دياب قال لي ان النبادي لازم ياخد حقه مهما حصل. ما دام الطمع دخل قلبه يبقى ربنا يستر. الهمة شوية يا رجالة. الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل. بعايز يفضل غير شوال واحد. شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، انا شامي من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. تخافش يا عمي، انا مأمن نفسي. بغرضي ليها باب تاني في ظهر الجبل ما حدش عارفه غيري، عامل حساب لأي خيانة. همام أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك أنا مش هكون معاك. إيه صاحبك أقرب لك من عمك أخبوه؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وانا قلت لك ان الخواجة عمل معايا اتفاق هيحطنا انا مطرحه. يبقى خير وبركه، بس من اول الزرعه الجديده. ما احنا متفقين من الزرعه اللي فاتت، وادينا صبرنا لغايه ما جه وقت الحساب الليله. شكلهم وهم ملمومين حوالين ديابك ده، كانهم بيدبروا الحاجه عفشه، او كانهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. اه يا عمي حاجنا مضمون في النهايه. وبعدين انت قلقل لي كل أشياء والخواجة بين يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع! تعمل إيه عندك؟ سامح حس عربيات جاية من بعيد بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادهم إشارة تانية. وكيف تأمن الخواجة إنه ما يضرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت ان مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام يتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لأنه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا،
أنا اللي ممكن ألغيك لأن أنا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني أجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت أمرك يا خواجة، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وأنا سلمك الفلوس، وأنت وزعها بقى براحتك، إن شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد أهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لأبوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الأول. اسكت أنت ولد أخوي. خلاص كفاية، بلاش تشمتوا فينا الأغراب، لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانة يا دياب. يلا يا عمي أؤمر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، دي البلد تتقلب مجزرة.